أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي الالتزام بأي وقف فوري لإطلاق النار في لبنان. وخلال مؤتمر صحفي في بيروت عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد ميقاتي أن لبنان سيعقد جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد فور إقرار وقف إطلاق النار. نحن كلبنان مستعدون على تطبيق 1901 ومطورة وقف إطلاق النار. نحن كلبنان مستعد لإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون الجيش اللبناني يقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع القوات حفظ السلام الدولية في الجنوب.